ارتفاع في الاسعار العالميه سواء كان اسعار الحبوب او اسعار الطاقه كما قلت قبيله الطاقه تقديرات البنك الدولي تقول انه على كم من سنه 2022 باش يكون في حدود 100 دولار للبرميل ونحن للاسف ميزانيتنا وقع اعدادها على <applause> فرضية <applause> 75 دولار كل دولار اضافي كلفنا اموال طائله وهذا الوضعيه هذه المتاتيه من ارتفاع <applause> الاسعار عفوا أدت إلى نجم سي محسن ما أدت إلى ارتفاع نجم تعمل شكرا. شريبه ماء ونكمل ما ثم حتى أدت إلى ارتفاع حاجة الدولة للتموين بما لا يقل عن 1.7 مليار دولار نذكر أنه سنة 2022 حاجيتنا للتموين هي في حدود تقريبا 20 مليار دينار 12.5 مليار دينار باش تكون وقع تقديرها كديون خارجية آه. و 7.5 مليار دينار ديون داخلية ولكن مع هالأزمة اللي صارتها ومرت الاسعار فان حاجيتنا للتمويل باش تفوق 26 مليار دينار اذا ارتفاع اسعار البترول وارتفاع اسعار المواد الاساسيه والمواد الاوليه اجمالا باش يؤدي الى ارتفاع حاجه الدوله للتمويل